المسيحيون، مسيحيو الشرق، مسيحيو العرب، العرب اليوم متهمون بأنهم خانوا هذه القوى الثورية التي نزلت إلى الشارع، بأن الربيع العربي أخافهم على الأقل كقيادات إذا بدك دينية وسياسية، واصطفت وراء الأنظمة التي كانت تسعى هذه القوى لإسقاطها أو تغييرها. رأيك؟ بعتقد هذا الكلام غير دقيق حتى منستعمل غير تعبير. بالعكس، كانوا المسيحيون في هذه الدول العربية المعنية بالثورات كانوا دائما في مقدمة كل هذه الثورات، لأنه المسيحي لا يؤمن إلا بالحرية وبالديمقراطية، فأينما حصل نضال ومقاومة من أجل الحرية والديمقراطية كانوا يعتبرونها هي قضيتهم. فلذلك في مجمل الثورات العربية كان دائما هناك رموز مسيحية موجودة في الطليعة، مثلا كان على وشك أن يتسلم المجلس الوطني السوري على ما أعتقد رجل مسيحي، جورج صبرا يعني. نعم. أما أن نتكلم عن خصوصية بعض رجال الدين أو إلى ما هنالك، فهذا إجمالا في العالم العربي رجل الدين لا يتعاطى السياسة، فعنده ما يكفيه من مشاكله، لا يقحم نفسه أو يقحم طيفته بالقضايا السياسية.